حيوان يعني مثل الحيوان عملوه لانه خصيو. ايه هو العمل اللي عمله هو عمل حيواني يعني ما بيست... هيدا رده اللي بيعمل بيغتصب اطفال هو حيوان بده يتعامل حرام كانه الحيوان. حيوان. انا بعتبر انه يعني عمله بيشبه كثير عمل الناس ما بتفكر يلي هو الحيوان بقى لازم بتقول ما رح توقف السيجارة لانه كل واحد يعني كثير انت شخص كل شيء بتشوفه بالعين السوداء بس لازم نعيشها بسعادة. معك حق وانت من سخريتك ان كان بانتقاداتك اللاذعة ان كان بهضامتك انت عن جد بحياتنا انت سعادة. لا انا حبيبتي مرة سمعتك كنت عم نحضر هذا رح ينتخبني يعني لبنان. انا صراحة ما حبيت انه بتصنعيهم بأمريكا لانك بتمثل وبتنقل دراما وبتكتب عن الحياة. انا بعتبرك صياد ومش الحياة للطالب المتجدد يمشي بس عم نحكي على اذا طلت اليوم رح تنتج هالويند فارم 60 ل 100 ميجاوات يلي هي اذا بتكبها على الشبكة ما رح تعمل هالتأثير عشان هولي جزء من الحل اكيد حلو انه نستفيد منه للاخر مثل ما بعرف انه المركز اللبناني بس اكيد مشروع ما فينا الا ما كلنا ندعمه وان شاء الله يتحقق. كيف شو بده يعمل هذا المعطل بس يوصل لهونيك يعني هذا هيدا لقيته غلط لانه انا بالنسبه لإلي الرجال اول شيء ما لازم ياخذ ولا ليره تيكون بخدمه المراه ويغنجها ويدللها ويعطيها العطاله تستاهل اكيد تكون بس اوكي